الطوموبيل تي كنا ناعسين في الليل مع 4 تاع الصباح، دقات عليا جارتي صونات عليا قالت لي هبطيره طوموبيلتك تتهرس. فاش هبطت لقيت طوموبيلتي مهرسه وطوموبيل جارتي مهرسه، هرسهم واحد الدري عنده 16 عام 16 طوموبيله في الدرب ديالنا. الدري مسكين مقرقب باقي صغير 16 عام. جاوا الامن هذيك الساعه وشدوه ومشينا ديك لارين، ولكن انا ماشي المره الاولى وهي كتهرس الطوموبيله ديالي، ماشي اول مره، هذه المره الثالثه وانا كيتهرس ليا الجير ديال الطوموبيله. هذيك المره كانت مضاربه في الليل، ولكن انا حتى الصباح غادا ندير التحاليل لقيت الطوموبيله مهرس ليها الباربريز، ولكن قال لك العساس ما شافش شكون اللي هرسها ومشيت ديكلاريت، مع ذلك ما كاينه ثاني تيجا قال لك ما بانش ما عرفوش شكون اللي هرسها. صافي صوبت الجاج المره الاولى، ثاني عاوتاني ما عرفنا شكون اللي هرسها، ولكن هذه المره عرفنا شكون اللي هرسها. الدري هذاك اللي هرسها شدوه حيت كان باقي كيهرس. هاد الدرب ديالنا فيه تسيب خطير ديال الشباب، ماشي ديال ما هما ماشي كبار، راهم باقيين صغار. كاين واحد 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 الانفلات خطير ديال الشباب هذوك الصغار، شي تيجر شي تيجر شي تيجر شي. هادشي زعما فوق السيطره. باش تطلع تنعس في دارك وتنوض الصباح تلقى طوموبيلتك مهرسه، واش تاكلها الشهر غتصاوب باربريز ب 2200 عندي داسيا 2200 باش صوبتو الشهر اللي فات، نعاود عاوتاني نصوب هاد الشهر 2200، تزيدك حتى هي تولي عندك بحال عندك طريطه مع الطوموبيل، راه صعيب علينا الحال. جارتي راهي صايبتو ديك المره ب 50000 ريال، وهاد المره ثاني راه معاود مهرس حيت ما مسوريينش على الجاج. هذا الازهر ديال الولفه اللي حدا فرح السلام، هادشي اللي كاين ولدي الله يهديهم الله يعفو عليهم. حنا ما نبغيوش الشباب، ما بغيناش ليه الحبس حيت ما عندنا حتى فائده انه يدخل الحبس، ما عندنا حتى فائده. حنا بغينا اعاده التاهيل ديال الشباب، يمشي لواحد المركز اللي يتعالج فيه الدواء فيه، يخرج انسان سوي للمجتمع. دابا هاد الدراري تيجروا حتى دراري اخرين نقيين. انا راه ولدي عنده 17 عام راه محاربه معاهم، والله الا محاربه معاهم. انا اضطريت نجلس من الخدمه باش ولدي ما نجيش نلقاه بارك معاهم في الزنقه، ومع ذلك تيجلس معاهم وتي زعما خاصنا حل، والله خاصنا حل. راك تتربي ولدك وتتسد عليه في الدار وتيبقاو يقولوا لي سد عليك كل مره، حابسك كل مره، تتعيط ليه 12 تاع الليل الوحده تتعيط ليه تقول لي طلع، تيقولوا لي باغا تردك حليمه، باغا تردك حليمه. هذا هو الاسلوب اللي كاين هنايا، حنا بغينا حل. راه ولادنا تيضيعوا، راه انا عندي ولدي عنده 17 عام راه تلقى معاه مشكل، راه هذاك اللي غيتشد راه هو راه بحال ولدي، زعما ما غاديش زعما نفرح لا تشد، بالعكس غنفرح لكان حل، لكان حل يجي يكون حل لهاد الدرب بعدا من هاد الشباب بحال هكا، يكون حل يمشيو يديروا لهم اعاده التاهيل، يديروا لهم شي حاجه، يديروا لهم مراكز العلاج ديال الادمان. واش الدري يلاه عنده 16 عام يبدا يتقرقب وغادي وطالع يتقرق، اش من حياه عنده؟ اش من اكزومبل تيعطيه لواحد اخر لشاب اخر يلاه طالع؟ راه كيشوف كيسحب له، واش هذاك هو المجتمع؟ ولدي راه تيسحب له، واش هذاك هو الطبيعي ديال الحياه؟ هذاك هو اللي كاين.